المقاومة الشعبية في اليمن تكثف من عملياتها العسكرية بهدف السيطرة على محافظة لحج، حيث تدور اشتباكات عنيفة مع الحوثيين وقوات صالح على مشارف مدينة الحوطة. يأتي هذا بينما تمشط المقاومة أطراف قاعدة العند الجوية الاستراتيجية في لحج التي سيطرت عليها يوم أمس. مقتل عدد من الحوثيين ومن رجال المقاومة الشعبية في اشتباكات بين الطرفين في منطقة الحمية في تعز. والمقاومة الشعبية تعلن أنها سيطرت على جبل المقطر المطل على شارع 60 شمالي المدينة. الطائرات التركية تقصف أهدافا لحزب العمال الكردستاني ردا على مقتل 3 جنود وإصابة 2 آخرين في انفجار لغم أرضي في شرناق جنوب شرق تركيا. مقتل 7 جنود عراقيين في اشتباكات مع تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الصديقية شرقي الرمادي. والقوات العراقية المشتركة تستعد للتقدم باتجاه المدينة. وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون يعلن تمديد بلاده للضربات الجوية التي تشنها على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق لمدة عام إضافية. بسم الله الرحمن الرحيم. فصائل سورية مسلحة تتكون من 16 فصيلا تعلن عن تشكيل قوة جديدة أطلقت عليها اسم جيش النصر بهدف السيطرة على مدينة حما وريفها وسط البلاد وللرد على هجمات النظام السوري واستهدافه المدنيين. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 6 أردنيين من حراس المسجد الأقصى يتبعون لإدارة وزارة الأوقاف الأردنية، وذلك في أعقاب اندلاع مواجهة فجرتها محاولة سائح فرنسي رفع العلم الإسرائيلي في المسجد. والحكومة الأردنية تنظر إلى هذا الحادث على أنه تصعيد خطير.